تحت رعاية سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أقامت شركة رين حفل الافتتاح الرسمي لمقرها الرئيسي الجديد في منطقة خليج البحرين. هذا وحضر الحفل سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي البنوك وشركاء الأعمال والمهتمين بقطاع التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة. يأتي افتتاح شركة رين لمقرها الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة نمواً كبيراً في قطاع التكنولوجيا المالية، والذي تتخذ مملكة البحرين دور القيادة فيه كونها مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال. اشتغلنا على القوانين الجديدة عشان نرخص هاي النوع من الخدمات، فكان شيء جديد. احنا احتضننا هاي الفكرة لما كانت جديدة. البحرين كانت سباقة وأصدرت قوانين حق ترخيص هاي النوع من الخدمات اللي هي العملات المشفرة، فاعتبرناها كنوع من الأصول الأخرى اللي ممكن تندرج تحت الكابيتال ماركت أو الأسواق المالية حالها حال أي ورقة مالية أخرى. قصة رين هي أن 4 من رواد الأعمال المهتمين بالأصول المشفرة اجتمعوا معا من جميع أنحاء العالم لبدء شركة. تعاوننا مع مصرف البحرين المركزي في عام 2017 وعملنا معهم لمدة 2.5 لوضع أنظمة حول العملات المشفرة، وقد حصلنا على ترخيص في 2019 ولم نكن لنفعل ذلك من دون المجتمع البحريني. افتتاح مكاتب رين الجديدة يتيح للشركة الفرصة لخدمة عملائها المحليين والإقليميين بشكل أفضل. أول مؤسسة مرخصة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التعاملات في البلوك تشين في الكريبتو أسيت، راح يكون في تدريب العمالة البحرينية يعني لإخراج موظفين مهرة في هذا المجال، فبتكون رافد من أحد الروافد اللي يدعم الاقتصاد البحريني إن شاء الله. الافتتاح اليوم مكتب رين في البحرين هو وايد مهم حق البيئة الاستثمار في البحرين، لأن نشوف الكريبتو كورنسيز هو مستقبل الاستثمار في العالم كله. احنا وايد مفتخرين بافتتاح مكتب رين الجديد. احنا اشتغلنا مع رين الحين صار لنا اكثر من 4 سنوات، منهم اول ما اسسوا الشركة مع المؤسسين الاربعة اللي بدأوا في مكتبنا في بحرين فنتك بي، وما شاء الله في خلال فترة بسيطة قدرنا نشوف ان توسعت الشركة. وتسعى الشركة للاستفادة الفعالة من كافة الفرص المتوفرة في الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع الأصول المشفرة بالمملكة وفي النظام المتكامل والمتطور للتكنولوجيا المالية. طبعاً هالمقر يعتبر رمز لشركة رين العالمية، وسنقوم بخدمة جميع مناطق الخليج والعالم من البحرين. ومثل ما تشوفون المقر وايد متطور، وايد يعني سبيشس، لأننا ناويين في المستقبل إن شاء الله نعزم العامة، نعزم ناس من الجامعة ومختلف الجهات الحكومية لتدريبهم عن الكريبتو والبلوك تشين وعن خدمات رين إن شاء الله. الدعم المستمر اللي تقدم الشركة للمرأة بشكل خاص، سواء المرأة العاملة من ضمن كوادر الشركة من خلال التدريب والتطوير المستمر اللي تقدمه لها، أو المرأة بشكل عام من خلال إعداد ورش وبرامج تدريبية بهدف زيادة وعيها وثقافتها فيما يخص هذا المجال. وستتمكن شركة رين من خلال أهدافها القائمة على الابتكار من مواصلة نموها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأصول المشفرة. يأتي ترسيخ شركة رين لكيانها القائم في مملكة البحرين لتأكيد مكانتها كمزود رائد لخدمات الأصول المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.